المنتخب الثالث معانا هو منتخب اليابان، صاحب التصنيف العالمي رقم 24 قبل كاس العالم. في التصفيات كان وصيف السعودية في الجولة الأخيرة بفرق نقطة واحدة، حقق 7 انتصارات وتعادل وخسارتين في تصفيات كاس العالم. تاريخ منتخب اليابان في كاس العالم ظهر متأخر جدا، من 98 أول ظهور لمنتخب اليابان في البطولة، وبعد كده كان موجود في كل النسخ اللي بعديها، لكنه ما تأهلش أكتر من دور ال 16 حتى في بطولة 2002 اللي اتلعبت على ملعب. مباريات اليابان في 2022 لعب 13 مباراة، حقق 8 فوز، 3 تعادل، 2 خسارة، منهم واحدة من البرازيل والتانية كانت قدام منتخب تونس. ودياً المدرب الوطني هاجيمي مورياسو ونجم الفريق طبعا الثنائي المخضرم ناجاتومو ويوشيدا 36 و34 سنة، بالإضافة لهداف الجيل الحالي مينامينو صانع ألعاب موناكو الفرنسي. والتوقعات إن منتخب اليابان هيعمل زي كل مرة، هيخرج من دور ال 32. بالمناسبة منتخب اليابان في تاريخ مشاركاته كان كل كاس عالم مرة مجموعات يخرج منها وبعدها يطلع دور 16، مرة مجموعات مرة دور 16. كاس العالم اللي فات وصل لدور 16، فالتوقعات إن هو السنة دي هيخرج من مرحلة المجموعات.